حبيت أشارك اليوم بهذه التجربة العظيمة حتى أتحدث عن امرأة عظيمة في حياتي. ما بقدر أنكر بأنه في نساء كثيرات تركن أثر وعلمني دروس في حياتي، ولكن أعزي الفضل والأثر الأكبر والأعظم للأستاذة حليمة النعامي، معلمة اللغة العربية ومربية الأجيال، أمي العزيزة. أمي هي أم لـ 11 ولد وبنت، قدرت تربينا بدون أي تمييز، ربتنا وعلمتنا وخرجتنا من المدارس والجامعات، وعلمتني درس جدا مهم يمكن من صغري كمان، مش من بدري كتير، وهي إنه أنا ألاقي رسالتي في الحياة. دائما كانت أمي تردد على مسامعي كلمة إنه أنا أحب مهنة التدريس، أنا أحب أن أعلم اللغة العربية، أحب أن أقوم بتعليم القراءة والكتابة للطلاب. كنت دائما أشوف هذا الشغف في عيونها وفي ابتسامتها. كنت دائما أفكر بهذه الكلمة إنه أمي وجدت رسالتها بالحياة وهي سعيدة جدا بهذا الشيء. فدائما أسأل نفسي ما هي رسالتي في الحياة، ويمكن أكثر موقف خلاني أشعر وأفكر بهذا الشيء بعمق أكثر كان في 2019، لأنه شاءت الأقدار إنه أنا أعمل مع أمي في نفس المدرسة. أنا كنت مدرسة لغة إنجليزية وأمي كانت مدرسة لغة عربية، كنت أستكشفها مثل أي معلمة في المدرسة وألاحظ بأنها بتستغل فرصة البريك. فمرة من المرات كانت أمي جالسة مع ولد مع طالب في مدرسة في فترة البريك، وكانت بمنتهى سعادتها. فسألتها يعني شو مالك يا ماما؟ فحكت لي أنه أنا جدا سعيدة بأنه هذا الطالب اللي كان ضعيف تحصيل الآن يستطيع أن يقرأ ويكتب. فبعد 2019 أخذت هذا الدرس كدرس مهم في حياتي. بعد بسنة سجلت في برنامج حقوق الإنسان في معهد الدوحة، وكنت متيقنة بأنه هذا هو راح يكون مساري وهذه هي رسالتي بالحياة، وكنت سعيدة بذلك. وأنا الآن أحدثكم من قلب معهد الدوحة وأنا على مشارف تخرجي من برنامج حقوق الإنسان. بحب أشكر أمي، مش لأنها فقط أمي بل لأنها كانت معلمتي ومرشدتي بالحياة. فشكرا لك كثير.